شلون نشوف اول موسم بعد انتهاء المرحله الاولى؟ شوف يمكن انتم تشوفوا اكثر من عندي، لان يمكن انا طموحي اكبر بكثير مما اشوفه الان. انتم تشوفون اكو تطور صار كبير بالدوري عن السنوات السابقه، ولكن انا اشوف ما نزال احنا في بدايه الطريق وبدايه المشوار، ويحتاج ان العمل كبير وتضافر جهود الجميع من اجل انجاح هذا المشروع الوطني الكبير. اول شيء هذا مو فقط هو دوري، هذا هو تطوير منظومه كره القدم بالعراق بشكل كامل على مستوى الدوري وعلى مستوى الانديه ومستوى على حتى عمل الانديه، ولذلك تشوف الامر كبير جدا. يعني مشروع تطوير البنى التحتيه في الملاعب، تطوير ايضا موضوع الانتاج التلفزيوني والنقل التلفزيوني، هو مشروع كبير للامانه. لذلك احنا يعني بدنا نشتغل به ضمن استراتيجيه واضحه المعالم بيننا وبين شركائنا في الليغا. يمكن ما اخفي عليك في بدايه الامر يوم 4/6 عندما وقعنا عقد الشراكه مع الليغا، كنا يعني ما كنت اتوقع انه احنا مقبلين على مرحله تغيير بهذا الحجم الكبير. لكن بعد يوم 4/7 يوم لقائي اللي جمعني بالسيد خافير تيباز في مدريد، حقيقة وأنه حديث وياي أنه إحنا راح نضع وياكم استراتيجية لأن يصبح الدوري العراقي رقم واحد بالمنطقة العربية، حقيقة هنا بدأت الرؤيات تختلف وبدأت الأهداف زادت تختلف، زادت المسؤولية، فبدينا نعمل بشكل مختلف كليا. وبالتالي أنه أنت لا يمكن أن تصل لهذا إلا بوضع استراتيجية واضحة ويكون هناك تعاون من الجميع، لأن المشروع مشروع كبير، ليس مشروع دوري ومباريات فقط، وإنما موضوع تطوير بنى تحتية في الملاعب، تطوير الكوادر الإدارية والفنية والتسويقية في الأندية والفنية، الارتقاء بمستوى تعاملنا مع كل الأمور، موضوع النقل التلفزيوني، موضوع السوشيال ميديا. لذلك دا شوفنا دا نعمل، وكل ما دا نمشي بالأمر دا نتعلم أكثر، كل ما دا نقعد ويا الشركات العالمية الكبرى في كيفية إدارة مثل هذه الأحداث الرياضية، دا نشوف أنه إحنا بعيدين كل البعد عن العالم. لذلك يمكن أنت هسه تتفاجأ أقول لك أنا لو نشتغل 24 ساعة بال 24 ساعة إحنا دا نسابق الزمن. صحيح. بس رقم هاي أنا أقول يعني لحد الآن اللي دا نقوم به رغم موجودة بعض التحديات وبعض المعوقات في عملنا، لكن مقبول، ولكن مقبول يمكن للناس، لكن بالنسبة لي نسبة القبول هي بسيطة جدا مقارنة بحجم العمل الكبير اللي ينتظرنا خلال السنوات القادمة.